دعاؤه عليه السلام حين سمع من يسأل الله الصبر عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: رأى علي بن الحسين عليهما السلام رجلا يطوف بالكعبة وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: فضرب علي بن الحسين عليهما السلام على كتفه ثم قال: سألت البلاء، قل: اللهم إني أسألك العافية والشكر على العافية.